هي بنبلش محاضرة اليوم فارماكولوجي المحاضرة الثالثة اللي هي ديستريبيوشن. دراج ديستريبيوشن يعني انتشار الدواء حتى يصير مفعول الدواء، يشتغل مفعول الدواء. نجي على شنو مفهوم دراج ديستريبيوشن. دراج ديستريبيوشن هو يعني عملية معاكسة لعملية الابزوربشن. الابزوربشن انه عملية انتقال الدواء من المكان اللي انت تاخذه به الى الدم. خوش حكي انه دراج ديستريبيوشن راح عملية معاكسة، راح يطلع من الدم، يطلع الدم يروح للأنسجة، يروح للأنسجة والخلايا حتى يشتغل مفعول الدواء. خوش حجابة يقول لك انه reversible، انه is the process which the drug leaves the bloodstream and enter the interstitium. الانترستيشيوم هي الأنسجة الخلالية يعني ما بين الخلايا. خوش extracellular fluid اللي هي المنطقة اللي تكون بين خلية وخلية يسمونها اكسترا سيلولر فلويد، احنا يصح لها بالعربي المادة البين خلوية. خوش حكي يابا. يا اما ينتقل الها ويا اما يعبر يطب عدل الخلية حسب ذوبانيته بالشسمة اللي تتذكرون انه ذوبانية انه ليبيد ووتر سوليبل، وهاي تتذكرونها اكيد انه اذا ليبيد سوليبل يطب، اذا ووتر سوليبل لا يوقف ما يطب. ليش؟ لان جدار خلية دهني. ذكرتها وعدتها اكثر من مره. خوش حكي انه هسه نجي على انه العوامل المؤثره على الانتشار الادويه. شنو العوامل المؤثره على انتشار الادويه؟ اول شيء هو شنو البلد فلو. شنو معنى يقصد بالبلد فلو؟ البلد فلو انه يقول لك انه هذا الدم انه البلد فلو انه الدم يعني جريان الدم ياثر على انتشار الدواء. راح تقول ايه هو كان هو من ينقل الدواء غير الدم؟ اقول لك عاشت. اذا نجي نسال علم يقول لك يابا انه البلد فلو بالبرين وبالليفر وبالكدني يكون اكبر منين؟ اكبر من السكيليتال مصل والذي باصيشو. زين حلو. زين اخذنا بالامتصاصيه، حتى اذكركم بالامتصاصيه البلد فلو يزيد منه يزيد امتصاص الدواء، والبلد فلو يزيد الانتشاريه. يعني هو البلد فلو هو شغل الدواء بالدم. خوش حكي. فانه الدم اذا زاد راح الدواء انه شغله يزيد كامتصاصيه الدواء. اخذناها بالمحاضره الثانيه، وانه هاي المحاضره الثالثه انه الديستريبيوشن توزيع الادويه راح ايضا يزيد. خوش حكي. بينما اذا اسالك سؤال اقول لك انه الانسجه الدهنيه او الخلايا الدهنيه ليش لا خلنا اسالكم ايه خليك اسالكم ليش مالتها الادويه مالتها توصيل مالتها وانتشار الادويه مالتها بطيء؟ ليش؟ راح تقلي لان البلد فلو مالتها قليل. زين راح اسالكم سؤال من الحياه العمليه، وهاي اقول لكم الخارج هو ليش انه ادويه العظام تتاخر او بطيئه او مثلا يعني يلجؤون الى حقن الدواء مباشره بالعظم. ليش ما ينطونه يعني مثلا اورالي مثلا ادويه العظام؟ ليش؟ او مثلا نشوف جماعه العظام نشوفهم يتاخرون. ليش؟ لان يعني البلاد سبلاي البلاد فلو قليل. خوش حكي ابا انه اذا زاد البلاد فلو راح يزيد الابزوربشن وراح يزيد الدستربشن مال الادويه، اذا قل البلاد فلو راح يقل الاثنينات. خوش حكي ابا. خوش حكي. خلصنا اول نقطه، نجي على ثاني نقطه انه كابيلاري بريابيلتي النضوحيه مال من؟ مال الاويه الدمويه. زين النضوحيه مال الاويه الدمويه هذا الوعاء الدموي اكو خلايا تبطنه، الخلايا اللي تبطنه شو اسمها؟ اسمها اندوثيليال سيل. اندوثيليال سيل حلو. الخلايا المبطنه، الخلايا المبطنه هذه راح تختلف من بين انس يعني بالدماغ راح نشوفها مترابطه حيل، بالكبد راح نشوفها يعني بيناتها فتحات. هسه راح نجيها بس يعني افتحوها من هسه. خش ان قال الكابيلاري بريامبلتي راح تتحدد بشغلتين، انه كابيلاري ستراكشر انه الوعاء الدموي التركيب مالته بفتحات لو ما بفتحات، الخلايا متراصه لو بيناتها فتحات. خوش حكي يابا. هاي شغله. والشغله الثانيه انه الكيميكال ستراكشر او الكيميكال نيتشر مال الدواء، الدواء هذا يكون ليبيد سوليبل لو ووتر سوليبل. خوش حكي يابا. خوش حكي يابا. زين نجي على النقطة الأولى اللي هي من هاي النقطة الأولى هاي اللي هو الكابيلاري ستراكشر.
انه هذا الكاليبري ستراكشر انه يختلف، انه ها يقول لك فارياس وايدلي متنوع، انه اكسبوز للسيل جنكشن. شنو معنى سيل جنكشن؟ هي سليت جنكشن، سليت جنكشن. شنو معنى سليت جنكشن؟ معناتها شقوق او فتحات بين الاندوثيليال سيلز، يعني اكو بين الخلايا المبطنه الوعاده واكو فراغات. هاي الفراغات منو؟ هاي راح من يدي طب الدول. خوش حجيابه، هذه بالبرين ما موجوده. زين راح تسالني تقول لي ليش ما موجوده، واذا ما موجوده ليش ما موجودة؟ لأنه حتى أنه رب خلاها ما موجودة حتى نحمي الدماغ من الإصابة من الإنفكشن وهاي الشغلات، حتى شنو؟ حتى أحمي البراين. زين هاي عرفنا ليش ما موجودة سلجكشن، حتى مو بكيف يعني سفردها أي مادة طب بكيفها، لا خل هاي ابتهمناها ليش ما موجودة. زين ايش راح يأثر السلجكشن؟ ما راح تخلي الأدوية الطب ما راح تخلي الأدوية الطب المن للبراين. خوش حجابا. زين إذا ما عند سليت جنكشن، لعد شنو الجنكشن اللي راح يربط بين خلية؟ هو أنت أخذنا بالمرحلة الأولى أنه خلية وخلية يربطها جنكشن، أكو جاب جنكشن، أكو تايد جنكشن، يعني الخلية متلازم. يعني شنو تايد جنكشن؟ يعني الخلية متراصة بالخلية بصفها، تايد جنكشن يربط بين الخليتين يعني بين الخليتين ويمنع انتقال المواد بيناتهم ويحدهم. خوش حكي ابا، هذا هو التايد جنكشن بالتعريف بالعربي. خوش حكي ابا. زين انه يقول لك this contrast with the liver and spleen. يقول لك ها يقول لك انه where large part of the basement membrane is exposed due large ها انه بأنه لارج يعني جزء كبير من البيسمنت ممبرين راح بشنو بأنه سليت جنكشن، بينما أنه هذه تختفي موين ما موجودة أو مختفية وين بالبرين. حيث خوش عجيب أنه يقول لك exposed due to large this continuous capillaries this and with large plasma protein كان انها انه قالك انه هذه الفتحات راح تكون كبيرة بالليفر بال شنو معنى discontinuous؟ يعني ما مستمرة، يعني اكو بيناتها فراغات. افتن ولا تحفظ. شنو معنى discontinuous؟ يعني مو مستمرة، يعني الخلايا مو مستمرة، يعني بيناتها فراغات. شنو معنى فراغات؟ يعني slit junction. خوش حكي، يعني معناتها slit junction موجود بيها، وslit junction معناتها انه وكبير همين large. حلو حلو، يعني انه راح الطب انه البلازما بروتين براحتها. زين راح تسألني ليش موجودة بشكل كبير؟ تسألني واحد يفترض يعني خوا خارج المادة بس يعني يفترض ليش؟ ها حتى يصير للأدوية ميتابوليزم براحتها. زين وإذا لأن إذا بقت الأدوية بالجسم راح يصير بالشخص تسمم، لذلك ربنا خلق انه الخلايا الاوعيه الدمويه اللي موجوده بالكبد بيها السليت جنكشن مالتها كبيره، حتى انه البلازما بروتين الناقل للادويه البلازما بروتين من يتذكر يا اخي الاكبر بلازما بروتين ناقل للادويه هي الالبومين. اغلب الادويه تنتقل بمن بالالبومين. خوش حجابه، حتى تنقل الادويه براحتها المن للكبد حتى يصير عمليه ميتابوليزم بالعربي يعني الاستقلاب، حتى انه يصير عمليه تخلص للدواء. خوش حجابه، خوش حكيم. نجي على البلاد برين بارير البي بي بي، يعني بي كابتل بي كابتل لا بي تكعيب ثلاث بي بيات. خوش حكيم، يقول لك تو انتر ذا برين الدراجز ماست لازم تعبر خلال الاندوثيليال سيل اللي هي الخلايا انهم الموجوده بالوعاء الدموي انه المبطن للوعاء الدموي. خوش حكيم، انه لازم تعبرها حتى توصل المن للسي ان اس اللي هو الدماغ or be actively transport. ها يا اما هي تنذاب يعني تذوب يعني تذوب يعني تعبر من خلال endothelial cell
كي يعني لازم تكون ذائبة بالدهون. لأن ليش ذائبة بالدهون؟ لأن السيال هو السيال إنه السيال الجدار محيط بها إنه شنو دهني. خوش حكي هاي افتهمناه زين. أكتب الترانسبورت يعني ليش أكتب الترانسبورت؟ يعني النقل، إنه هو الأدوية لازم نصرف عليها طاقة حتى نعبرها لل 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 للسيانس. زين قلت إنه سليت جنكشن مو تعبر من عند الأدوية. ها راح اقول لك وبصراحه انه بصراحه شنو وبسرعه انه السليت جنكشن ما موجود بالبراين. حتى احمل براين ما يصير بي اصابه، ما يصير بي يعني احمل براين خوش حكيابه. فسليت جنكشن ماكو، اكو تايد جنكشن. خوش تقول لي هسه هاي فهمناها. اسال حد هنا افتهمتوا وياي؟ واضح يا الربع؟ حلو. نجي على الليبيد سوليبل دراج والووتر سوليبل دراج. الليبيد سوليبل دراج راح تقول لي انه بسهوله راح اطب للسي ان اس. يا ليش؟ لانه هي الادويه دهنيه وجدار والخليه جدار مالتها دهني، فهي انه تعبر من الجدار من الخليه وتطب للسي ان اس. اقول لك عاشت ايدك لانها راح تذوب بالسيال ممبرين. اقول لك عاشت ايدك. زين يابا يعني الادويه المحبه للماء او يسمونها ووتر سوليبل او يسمونها الايونايزد او يسمونها الشارج دراج او يسمونها البولر دراج. البولر دراج هذين كلهم نفس الاسم، يعني المستقطبه او المشحونه او المتعينه او المذابه بالماء، هذين كلهم نفس يعني نفس الاسم حتى يخربطون يخربطونكم بالمد. وهاي يعني انتم يعني انتم تمكنوا من عندها انه الايونايزد والبولر والشارجد والووتر سوليبل، ذن كلهن نفس الاسم. خوش حكي. هذه راح تفشل بانه طب للسينس. ليش؟ لانه الاندوثيليال سيل هي عباره عن شنو دهنيه، ما تقدر تعبر. هاي مي وهاي دهن، ما يصير. زين ولا سلايد جنكشن، فذلك تفشل في دخول السي ان اس. خوش حكي يا بن، خوش حكي يا بن. نجي نكمل انه these cells from tight junction that constitute so called ها انه tight junction اللي قلت لكم عليه موجود بالبراين، ما موجود عند slit junction، عند tight junction. هذا slide tight junction هذا ال شو اسمه التايد جنكشن الموجود راح يخلي له مصطلح اللي اسمه البي بي بي اللي هو بلاد برين بارير. خوش حكي يا بم، خوش حكي. زين نجي على الكيميكال نيتشر اوف ذا دراج. زين نجي على الكيميكال نيتشر، انتم تعرفونها وهو عايدها وانتم ابطال اكيد تعرفون انه الدواء يا اما يكون ووتر سوليبل يعني هيدروفيليك او ليبيد سوليبل او شو يسمونه هيدروفوبيك. زين هيدروفوبيك يعني كاره للماء، هيدروفيليك يعني محب للماء. زين شنو الاسم المشابه او اللي خاف يعني غلطكم؟ وهاي ليبيد ليبوبوفيليك. يعني شنو الليبوبو فيليك؟ ليبوبو يعني جاي مختصر من ليبيد، يعني ليبيد يعني دهن، فيليك يعني محب، يعني مهب للدهن. يعني شنو محب للدهن؟ يعني هيدروفوبيك. خوش حكي. يعني الادويه المحبه للدهن او الكارهه للماء، هذه اللي راح تعبر خلال السيل ممبرين البيولوجيك ممبرين، تعبر يعني من خلال جدار خليه. زين والهايدروفيليك المحبه للماء او يسمونها الكارهه للدهن اللي يسمونها كارهه للدهن، يعني شنو ليبوبو فوبيك. بالضبط ليبوبو فوبيك بالضبط، انه ما تقدر انه تعبر من خلال جدار الخليه ولا انه موجود السيل جنكشن حتى تقدر تعبر خلال انه للسي ان اس. خوش حكي. خوش حكي. نجي على البايندينج بروتين دراجز اوف ذا بروتين. نجي البايندينج اوف دراجز انه الادويه راح ترتبط بمن بالدم؟ راح ترتبط بمن؟ انه ببلازما بروتين. بلازما بروتين من هو البلازما بروتين؟ اللي هو منه اغلب واحد اللي هو الالبومين. هسه نجي ملاحظه كامله انه على الالبومين، انه ريفيرسبل بايندينج تو ذا بلازما بروتين، انه ارتباط يعني قابل للانعكاس، يعني قابل للتفليش هذا الارتباط. هسه اقول لكم ليش. To the plasma protein sequester
دراكس ها النان ديفيزبل فورم ها شنو معنى هذا الحاشيه؟ معناته انه الدواء يرتبط بالبروتين اللي هو من هو راح نتفق عليه البومي. زين هذا الدواء من يرتبط راح يصير بجزئين هسه راح ملاحظة كاملة عليه بس انتم يفتهموها من هسه انه من راح يرتبط اكو جزء الدواء راح يرتبط به جزء ملاصق للمن جزء ملاصق للالبومين وجزء حر ما مرتبط. الجزء الحر هذا راح يشتغل الجزء هذا الجزء الحر هذا راح يروح يكمل انه يروح يسوي له مفعول الدواء. وزين والجزء المرتبط بالبلازما بروتين اللي هو الالبومين اللي هو قلنا عليه انه اغلب الادويه تنتقل من يا بلازما بروتين ينقل اغلبيه الادويه اتفقنا عليه من هو الالبومين خوش حشام. زين هذا الجزء الثاني اللي مرتبط بالبلازما بروتين هذا الجزء الثاني هذا يشتغل كمخزون يعني من يشوف هذاك يقل هذا يروح يتحوله يروح يشتغل من شاف اقل تحوله من شاف اقل تحوله الحد ما يخلص الدواء خوش حشام ويخلص مفعول الدواء خوش حشام خوش حشام. زين يقول لك ان انا ان سلو ذير ترانسفير اوت اوف ذا فيزيكال كومبارتمنت بايندينج از ريتل نون سيلكتيف خوش حكابه ان تيك بليس اوتسايد بروتين انه ايضا انه مو عبالك انه هاي مخصصه انه البلازما بروتين انه تنقل بس انه الدواء لا انه ايضا تنقل ايضا مركبات انه مثل البيلاروبين اللي هو الاندوجينس كومباوند انه يصنع داخل الجسم البيلاروبين وانتم بتعرفون البيلاروبين اكيد كيدا اخذناه بالكيمياء العام البيلاروبين وسؤالفه وهاي اخذنا محاضره كامله على البيلاروبين وسؤالفه. زين بلازما البومين از ميجر دراج بايندينج بروتين ها هو ال- 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 الجزء او ال- 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 البروتين الناقل او راح يرتبط بالدواء الاساسي او الاكثر واحد الغالب خوش حكي يا بيه and may act as a drug reservoir يشتغل كخازن خازن للدواء خوش حكي يا بيه انه الجزء المرتبط به يشتغل كخازن للدواء ها وانه maintain the drug انه drug concentration انه حتى شنو يحافظ على تركيز انه تركيز الدواء انه الحر اللي راح يشتغل انه هذا مثلا الحر قال هذا راح يحافظ عليه شلون راح ينطي خوش حكيابا انه شاف الحر يعني الجزء الثاني ما مرتبط بالبلازما بروتين خوش حكيابا شاف اقل انطاء خوش شاف اقل انطاء وبالتالي راح يصير عنده تعويض لحد ما يخلص الدواء خوش حكيابا. اسف افتهمتوا لحد الان خوش افتهمتوا الجزء الاول من المحاضره يا ربع ها يا ربع وياي وياي وياك افتهمتوا نكمل والله بس اخر بس سطرين انا ما ها قصدك على بلازما البومين ميجر اي ها حلو انه يقول لك يا بانه اكثر بلازما بروتين راح ينقل الدواء من هو الالبومين. زين من ينقل الالبومين الدواء مو راح يتشلب بالالبومين حوش حجيب راح ينقسم الى قسمين جزء حر وجزء مرتبط بالالبومين يعني وجهين وجه صاد على الالبومين ووجه صاد على صفحه ثانيه اللي هو الجهه الحره او الجهه اللي ما مرتبطه. زين الجهه المرتبطه بالالبومين هاي تشتغل كريسيرفر شنو يعني ريسيرفر يعني مخزن خوش حجابه خوش حجابه. والجزء الثاني يسمونه الفري بارت اوف دراج يعني الجزء الحر من الدواء هذا هو اللي راح يشتغل راح انه كي يسوي له مفعول دواء. زين هذا من يقل راح يجيب انه راح يطلع من المخزن يتحول الى كفري يتحول من المخزن من شاف قل هو شو يقول لك maintain the free drug concentration شنو معنى هاي يعني حافظ على the free drug concentration. حتى أعطيكم مثال عملي حتى تفتهمون أكو أدوية مثلا مالتها الارتباط مالتها 70% يعني 70% ترتبط و 30% ال 30% من قلت راح يصيرها تعويض من 70%
صارها تعويض 30 صارت تعويض 30 بقت 10 وصارت تعويض 30 30 هاي حدمان صارت 0% والحد ما خلص الدواء مفعوله وهاي المريض حصل الطبيب اللي هو يريده يعني مثل كانهم شافه من المرض وش حكيابه افتهمت له شوف غير طريقه لا عشدك وصلت خوش هي هاي الأسرع نجيهن إنه هو هم الموضوع هذا همين يتكرر يعني همين أكو بالورقة الرابعة زيادة هو همين يجي يحكي عليها يعني هو يحكي على زيادة عليها يعني يعوض عليها يعني هو هذا الحكي مالته راح يرجع يكررها ويضيف عليه نجي نبلش بالموضوع الثاني اللي هو الفوليوم أوف ذا ديستريبيوشن حجم الانتشار زين الدواء من ينتشر برأيكم الدواء من ينتشر يبحث علي من يبحث علي من الدواء من ينتشر خلوها معلومة ببالكم يبحث عن الماء وش حكيابه وغالبية الجسم من الماء فإنه انتشار الدواء بحثا على الماء يعني مثلا نقول هذا انتشارية عالية انتشارية عالية يعني شنو يعني راح يوصل للأنسجة ويفتر شكو مكان يطبله حتى شنو حتى يدور مي حتى يشتغل على حتى يشتغل مفعول الدواء هاي خلوه ببالك بالكم لان هسه راح نبدا عليها بهذا الموضوع خوش حكي زين الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن انه حجم الانتشار يعني شنو معنى حجم الانتشار اول هذه الشغله هذا الموضوع نظري يعني هذا يعني لا فيزيائي ولا فلسفي يعني ما له ربط يعني الا فلسفي يعني ما يصير هيك بالجسم خوش حكي هاي خلوها ببالكم لان هسه راح نبلش بالموضوع اي volume of the distribution إن يقول لك hypothetical volume of the fluid into which drug is distributed يقول لك حجم السائل اللي راح ينتشر به الدواء مثلا مثلا شايفين هاي الأرقام شايفين هاي بالمستشفى إنه موجودة بصف الطوارئ هاي اللي صايرة مثل الصبورة وكاتبين بها أسماء الأدوية بصف أرقام هي هاي volume of the distribution خوش حكيابه خوش حكيابه هاي معلومة جديدة خوش حكيابه هاي بما تفيدنا هاي انه يقول لك يا بانه حتى انه الطبيب او الموجود بالطوارئ يعرف انه اللي هذا الدواء علي من راح يشتغل خوش حكيابه مثلا اذا الدواء مالته خلينا نجيكم نشرح لكم مثال عملي حتى بعدين نطب بالنظري زين يقول لك مثلا ال اول شيء انه الديستريبيوشن بالبلازما ثلاثة او اربعة لتر وش حكيابه يعني اللي يقول لك مثلا انه هذا الدواء مالته الديستريبيوشن 2 لتر تتوقع وين راح يكون شغله راح يكون شغله بالاوعيه الدمويه زين نكمل اكو مثلا من يطب من من يطلع من الاوعيه الدمويه ايش راح يصادفه راح يصادفه الاكسترا سيلولار فلويد اللي هي الانترسيشيال وش حكيابه الانترسيشيال راح تشكل لي ايش قد اتذكر 20% يمكن 14 لتر وش حكيابه 14 لتر مي زين والخلايا حجم الدم بالمية حجم المي اللي بيها شقد 60% يعني تقريبا يصير 42 لتر موجود بكل الجسم هاش حكي اذا نجي نجمعها زين هاي شنو شغلها شنو ربطها هسه راح اقول لك مثلا اكو دواء عندك مثلا الهيبارين انتم تعرفونه كانه مضاد التاخثر يعني يشتغل بالدم زين شنو خلاه يشتغل بالدم مو سؤال ببالكم ليش شنو هذا الدواء ليش يشتغل بالدم ليش ما راح للخلايا ليش يشتغل بالدم هو شغله بالدم بس شنو السبب ها الشغلة الأولى أنه الجزيئة مالته كبيرة ما راح تقدر تطب أو ما راح تقدر تعبر من الـ من الـ من الـ من الـ المسامات وهاي الموجودة بالخلايا هاي شغلة ثانية أنه الفوليوم أوف ذا ديستريبيوشن مالته قليل وبالتالي انه يحتاج بس 3 لتر مي والبلازما وفرت له مي يعني البلازما وفرت له 4 لترات وهو يحتاج بس 3 فمن المعقوله هذا يعبر على يحتاج من الخلايا انتم جاوبوني انه يعني البلازما وفرت قالت له شو تريد انا موجود انت تحتاج 3 اصلا انا عندي 4 ابقى بس بالدم يعبر على الخلايا يعبر على الأنسجة البينية لو لا جابوني
ها حلو. ليش؟ لان البلازما مفرط يحتاج زين. يجيك دواء، يجيك دواء مثلا مالته الديستريبيوشن، الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالته نقول مثلا، مثلا قد نقول 30، معقوله انه تكفي البلازما اللي هي 4؟ راح تقول لا يحتاج بعد. حلو. يعبر عليه من يعبر، يعبر على الانترسيشر، المواد البينيه. المواد البينيه ايش قد وفرت؟ وفر له 14 تقول 18، وهذا يحتاج 35، يعني بعد يحتاج بعدين يروح للخلايا. خوش حكي هذا، يروح للخلايا. فانه هذا انه توقع مالته، انه خلي بالك انه تتوقع انه هذا راح يشتغل بكل انحاء الجسم، مثلا 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 البراسيتول وهاي افق من الامثله، افق افق من الامثله افق لا ليش ادوقكم بالامثله، انه مثلا انه هذا الدواء راح يشتغل، راح يوصل للخلايا ويشتغل على الخلايا. وش عجي زين؟ ليش انه ليش يشتغل على هالخليه وليش يشتغل هذا الشيء، هذا الشيء هذا هذا يسوي هذا الشيء؟ هذا راح ناخذه بالموضوع الثاني بالفارماكولوجي، انه انه هذا انه كل دواء له ريسبتر خاص به، وهاي انه يشتغل عليه مفعول هذا الدواء، كل ماده ولها ريسبترها ويسوي هذا الشيء. انه خوش حكيابه هاي انه ناخذها بالسيستميك فارماكولوجي، انه ادويه قلبيه وادويه الكليتين وادويه مال سي ان اس وهاي بعدين ناخذها. خوش حكيابه فانه قلت لكم انه هسه راح اخذكم اشياء بسرعه عامه، وبعدين ناخذ انه كل دواء ونشتغل انه خوش حكي خوش حكي. بس انه هسه عرفتوا انه الدواء يمتى يشتغل بالدم ويمتى يعبر من الدم حتى يشتغل بالخلايا. عرفتوا لو لا؟ عرفتوا هاي الملاحظه المهمه جدا يا ربع؟ واضح واضح سجلك. حلو 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 واضح حلو زين. ليش قلنا هايبوثيتيكال؟ نرجع نجي للنظري. ليش قلنا هايبوثيتيكال فوليوم اوف فلويد؟ ليش قلنا حجم افتراضي للسائل؟ يقول لك اكو بعض الادويه مالتها الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالتها 15000. قاعد تقول لي واي هشلون؟ وانه انه هو كل المي اللي بالجسم 42، شلون 15000 او 42؟ ها هو يقول لك انه انه هو هذا يقول لك انه هي هاي شغله نظريه لا فلسفيه ولا فيزيائيه تصير بالجسم، بس لكن ان تفيدك كطبيب او انه طبيب الطوارئ او انه كطبيب. ليش؟ حتى تحدد انه جرعه الدواء قد تنطيل البيري للمريض حتى يصير له علاج تام، حتى ما يصير تنطي زايد ويصير عنده تسمم، حتى اذا جايك متسمم تعرف ايش قد ماخذ دواء حتى تعالجه بالعلاج الصحيح. خوش حكي ابا خوش حكي هذا. هو هاي الغاية من هذا الموضوع، انه هذا الموضوع يميل الى مو شغل نظري، يميل الى شغل انه كطوارئ وهاي شغلات. خوش حكي هذا خوش حكي هذا. نجي انه حكينا انه الفوليوم اوف ديستريبيوشن ما له اصل لا فيزيولوجي ولا فيزيكس بيسز، ما له لا اساس لا فيزياء ولا فيزيولوجي. خوش حكي هذا. بس انه مفيد انه كانه يفيد على انه يخدمني انه كتوزيع الدواء او شغل الدواء وكميه الدواء اللي انت لازم انه هذا انه هذا العلاج لازم تاخذه 500 ملي غرام، هذا العلاج لازم تاخذه 100 ملي غرام. وها خوش حكي يا بنت خوش حكي يا بنت. وانتم اكيد تعرفون انه اكو ادويه بالصيدليه موجود الشركه تنتج 100 ملي غرام، 500 ملي غرام، 250 ملي غرام. اكو ادويه 1 ملي غرام مثلا ادويه الوارفرين، او اكو 1 ملي غرام هيك، يعني هيك ادويه. خوش حكي يا بنت خوش حكي يا بنت. وهسه اقول لكم ليش هذا 1 ملي غرام، هسه يجيكم لا تستعجلون. خوش حكي. نجي على الووتر كومبورتمنت. قلت لكم عن الديستريبيوشن توزيع الأدوية على من يشتغل على المي، لأن الجسم غالبيته المي والدواء يحتاج مي حتى يشتغل. زين البلازما كومبورتمنت يشتغل بيها الأدوية اللي هي حجمها كبير، اللي ما تقدر تعبر، ها اللي ما تقدر تعبر من ما تقدر تعبر من ال من ال من, 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 من الخلايا، تبقى بالمن تبقى بمن بال بش اسمه بالدم، تبقى خلال الدم ويسوي شغلها بالدم. السبب ليش؟ لانه ما تقدر تعبر، انه يكون الموليكول مالتها كبيره، فانه ما دام الموليكول كبيره فيكون فيري لارج موليكولر ويت. خوش حكي انه راح ترتبط بشكل كبير بالمر بالبلازما بروتين.
خوش حكي يا بعد. ليش شلون راح ترتبط بالبلازما بروتين؟ وليش ادويتها راح تكون مالتها جرعتها مالتها قليله؟ مثلا ادويه القلب، جاي تشوفون ادويه القلب، ادويه الضغط تكون بجرع قليله، مو مثل ادويه المعده. وهاي خوش حكي يا بعد. ها مثلا انه الوافرين يعطى بجرعه 1 ملغرام، ليش؟ لانه يرتبط بمن ارتباطا وثيقا بالبلازما بروتين. زين شنو ايش راح يؤدي له؟ واذا ارتبط بانه ارتباط وثيق بالبلازما بروتين، تدرون مالته الارتباط مال الوافرين 99%؟ يعني الجزء الحر مالته، الجزء الشغال من الدواء بس 1%. يعني شنو هذا؟ يعني جاي تحكي تدرون يعني الدواء راح انه الا هذا 1% يخلص، يلا يعني تطلع 1% جديده، تخلص يلا تطلع 1% جديده، تخلص يلا تطلع 1% جديده. شوف يعني ايش قد هذا مقدار، يعني الدواء ايش قد راح يتاخر. ها مو مثل ادويه مالتها الارتباط مالتها 70%، 70% 70% اصلا هاي يعني شغلتين فرتين خلص الدواء، فذلك راح ينطوها بجرعه عاليه. خوش افتهمتوا انه ليش الدواء ينخاذ بجرعه عاليه وجرعه قليله؟ افتهمتوها؟ ها الو، يعني هو يبقى بالدم يعني فتره طويله. اي بالضبط. اي ليش؟ لانه مرتبط بمن؟ بالالبومين. ها مثلا الهيبارين، الوارفين، ذن شغلات مال قلب وضغط، ذن يرتبط جزئيه كبيره مالته، فراح يبقى كامل الالبومين وقاعد بالدم. خوش حكي يا ابي. ارتباط قوي فراح يتاخر، راح يتاخر، فذلك انه نشوف شغله مالته 1% 1% 1% 1% 1% 1%. خوش اللي يصير مفعول الدواء 100%، يعني شوف يعني 1% وين و70% وين، يعني شفت الفرق؟ انه 1% راح يتاخر كلش هواي، 70% سريع. خوش انه يقول لك هنا انا فوليوم اوف ديستريبيوشن راح تمثل 4 لتر من بادي فلويد، انه كعموم انه جد تمثل لي 4 لتر. الادويه مثل هاي الادويه راح تشتغل بهاي المكان مثل هيبارين، تعرفون اكيد انتم الهيبارين. نجي على الاكسترا سيلولار فلويد. هوش حكي هاي الاكسترا سيلولار فلويد هاي الادويه راح تعبر. ليش راح تعبر؟ لانها لو موليكولر ويت، يعني الجزء مالتها صغيره، يعني تقدر تطب، يعني قصد يعني تقدر تعبر من الخلايا، وهاي يعني تقدر تعبر. زين عبرت هذه، من عبرت باحتمالين، ممكن تكون هذه محبه للماء، ممكن تكون محبه للدهون. زين اذا محبه للدهون راح تطب تروح منها تروح للخلايا. زين اذا مو محبه اذا محبه للماء او كاره الدهون، محبه للماء او كاره للدهون، يعني هايدروفيليك، هاي الادويه هايدروفيليك ما راح تقدر تعبر للخليه، فراح تبقى وين؟ راح تبقى خارج الخليه، يسمونها اكسترا سيلولار خارج الخليه. زين راح تعبر هاي الادويه من خلال شنو؟ من خلال اتذكر قلت يا جنكشين، ذكر وياي يا جنكشين، سليد جانكشن هي راح تعبر من عنده، جزيئاتها صغيره فتقدر تعبر من سليد جانكشن. خوش حكيابه وذكرت صوره، خلي اشوفكم يا حتى تبقى ببالكم. لحظه بس انتظر، حي حمل وياي حمل يا معود. ها لحظه صدق غالي حم اي ها شوف هاي بالبراين، شوف هاي بالبراين انه حاكمه، بينما هذا شوف هي هاي السليد جانكشن، هاي السليد جانكشن منها راح يجي عبر الدواء، من خلال الدم راح يجي عبر الدواء وراح ينتشر المن للخلايا، او اللي يسمونه اكسترا سيلولار خارج الخلايا. وبعدين انه شوف الى واسطه طب بالداخل الخليه لو لا. خوش نجي نكمل. خوش زين وين راح توصل الانترسيشيال فلويد؟ شنو معنى انترسيشيال فلويد؟ يعني السوائل الموجوده ما بين الخلايا، داخل الخلايا لا، ما بين الخلايا يعني خارج الخليه. وش حكي هذا؟ انه الهايدروفيليك دراج ما تقدر تعبر من حكيت انا، ما تقدر تعبر خلال الليبيد ممبرين مال الخليه، ما تقدر لانه هايدروفيليك، فذلك انه ما تقدر تعبر من خلال جدار الخليه. زين ديرفور ذيز دراج ديستريبيوت انتو ذا فوليوم، ها انه هذه راح تنتشر بحجم
بحجم مال السوائل ايش قد مجموعه الاسام اوف بلازما ووتر. شنو معنى اكسترا سيلولار فلويد؟ يعني خارج السوائل خارج الخلايا. منين تشمل؟ تشمل لي خارج الخليه اللي موجود بالبلازما، وهذا موجود ايضا بمحاضرات فسجت سوائل الجسم، محاضرات الفسجه مال العام خش حكي بالاكسترا بلاد فلويد وتقسيماتها وشنو منو موجود ومن هنا موجود ومن هنا اكثر تركيز ومن هنا اقل تركيز موجود، تقدر ترجعوا لها. بس هنا اللي يهمنا انه الاكسترا سيلولار فلويد تنقسم الى اثنين، يعني شنو السوائل خارج الخلية الموجودة بالبلازما والموجودة ما بين الخلايا. الموجودة بالبلازما تقريبا 4 والموجودة تقريبا ما بين الخلايا 10، فيصير ايش قد مجموع 14 لتر. هذا طبعا بشخص وزنه 70 كيلوغرام، احنا قياساتنا الطبية تقريبا جاي نشوفها بغلب يعني حسب اللي جاي يشوفها كلها جاي تقيس حسب شخص وزنه 70 كيلو خوش حشابين انه هاي 10 وهاي 4 شو يصير 14. خوش حكيابه خوش حكيابه انه يقول لك انه كانه مضادات حيويه راح تشتغل بهذا المكان مثل ما مثل ياد دواء الامينو جلايسايد امينو جلايسايد، هذا الدواء راح يشتغل بهذا المكان. خوش حكيابه زين، راح اقول لكم سؤال، امينو جلايسايد راح يشتغل in the extracellular fluid. Why not ما يعني ليش إنه راح يشتغل خارج خلية؟ ليش ما يشتغل داخل خلية؟ هذا الدواء ليش؟ شنو يجاوبوني؟ ليش هذا الدواء ما راح يشتغل داخل الخلية؟ ليش بس خارج خلية؟ الجواب لأن هذا الدواء ما قدر يطب للخلية، لأنه هذا الدواء شوف يعني خافي لو تون عليكم ويفرون عليكم بالأمسكيوات وهاي ها كونوا أبطال. وش هتشابن إنه يقول لك خافي يقول لك أنه هذا الدواء ليه شابن ما قدر يطب؟ لأنه أتقله ببساطة لأنه محب للماء، مو محب للماء ما يطب لداخل الخلية ببساطة، ويكون تحصل على درجة صحيحة. هاش هتشي نجي إلى التوتال بادي ووتر. التوتال بادي ووتر إنه محصلة كل المي الموجود بالجسم. زين انه يقول لك الدراج هاز لو موليكولر ويت، يعني انه شنو الادويه اللي راح تطب للخلايا اللي هي لو موليكولر ويت واللي هي محبه للدهون اي هايدروفوبيك. يلا انه هي الوحيده اللي راح توقف اللي راح تقدر قصدي راح تقدر تطب لداخل الخليه، يعني من راح تقدر تطب للخليه يعني انتشارها وين راح يكون؟ انتشارها بالبلازما وانتشارها بالانترسيشال وانتشارها بالسير. وش هتشابن انه انتشارها بكل هاي الاماكن، يعني انه بالبلازما وطبت وين؟ عبرت من السيل جنكشن وطبت وين؟ طبت بالانترسيشال فلويد وطبت الخلايا، كل هذين هاي الاماكن راح تنتشر. وش هتشابن انه هاي قلك هاي خلايا هاي خلايا شنو هاي هذه انواع من الادويه راح تقدر تعبر من خلال السيل ممبرين. خوش حكي راح تطب المن للانتراسيلولار فلويد. خوش حكي راح يقول لك انه راح تمثل لي 60% اوف ذا بودي ويت، يعني 60% من وزن الجسم راح تمثله منه، راح تمثله هذا التوتال بادي ووتر. يعني ايش قاعد اذا شخص وزنه 70 كيلو يعني يقول لك تقريبا انه 42 لتر، يعني بس تخيل وياي يعني اذا شخص وزنه 70 كيلو انا يعني تقريبا وزني 70 كيلو اقل شويه، يعني تخيلوا المي الموجود بجسمي 42 لتر. خوش حكيابه خوش حكيابه زين، يعني فانه يعني الجسم مليان مي. خوش حكيابه خوش حكي يقول لك الادويه، مثال على الادويه راح تشتغل على هذا الخلايا، وهاي ان شاء الله انه من هي؟ من الايثانول. اقول لك الايثانول على من راح يشتغل او شنو الاماكن اللي راح يصير بها ديستربشن. راح اسالك سؤال بالانجليزي وجاوبون انتم. ايثانول اكسبت ذير ديستريبيوشن ان بلازما انترسيشم سيل all of above. جاوبوني على هذا السؤال، وهذا السؤال اتوقع يعني يجي ميد فاينل. جاوبوني هذا السؤال يعني مرتب، جاوبوني بس هو يعني قوي شويه يعني بسيط هو ما بشي اي جاوبوني.
جابوني يا الربع، حتى الغلط جابوني. وينكم وينكم يا قوم؟ ها وين راح ينتشر هذا الإيثانول؟ ها بس بالسيارة ها يعني شنو يا جواب تقول لي؟ اسمع السؤال، يقول لك الإيثانول disrupt into cells interstitium بلازما all of above. شنو راح يكون جوابك؟ جاوبني الجواب. طبعا حتى ما يروح الوقت، الجواب راح يكون all of above. ليش؟ لانه انه انه راح ينتشر بين كلهم. خش حكيابه انه راح هو اصلا اجى من الدم، فراح اكو يبقى جزء من عنده بالدم، وراح طب للانترسيشن، فراح يبقى جزء من عنده بالانترسيشن ويطب للمن لل ايش اسمه للخليه. فذلك سمى الموضوع توتال بادي ووتر، يعني كل الجسم، ما قال بس الخلايا. خلوها ببالكم، هاي واحده من الاغراض اللي ممكن توقعون بها. انا انبهتكم عليها. يقول لك ان برينجنسي، انه يقول لك اذر سايدز، انه مواقع مثلا الحوامل ممكن اكل ادويه تنتقل لمن؟ للطفل. خوش حكيابه. لذلك انه وبالتالي راح يزيد لي انه ديستريبيوشن. ليش؟ لانه زادت انه حامل وياه شنو؟ طفل بطنها، وبالتالي انه ها خوش حكي. لذلك انه لازم تنتبه، او احنا نعرفها انه بصوره عامه انه الحامل لازم يعني تنتبه على الادويه اللي تاخذها، لان ممكن تاثر لي على المريض تاثير مباشر، وبخصوصا بالاشهر الاولى من بدايه الحمل. هاي معلومه عامه. خوش حكي خوش حكي. انه يقول لك دراج ذات اكستريملي نيبسوليبل مثل ثايوبنتول، انه راح يكون شنو؟ unusually high volume of distribution، يعني راح يكون distribution مالته بشغل غير طبيعي، كلش عالي. من هو الثايبنتول؟ ليش؟ لانه extremely lipid soluble. هاش حكي يا بن؟ هاش حكي. نجي على apparent volume of the disruption. هاش حكي يا بن؟ انه الظاهر مالنا انه ظاهرية انه انتشار الدواء، حجم انتشارية الدواء. يعني شنو معنى هذا الحكي؟ حتى الخصها عليكم، وهاي انه يقول لك الدواء هذا، يعني انت مو عبالك انه الدواء راح ينتشر بمكان واحد، لا، يقول لك غلطان، انه غالبيه الدواء راح تنتشر باكثر من مكان. مثلا هذا الدواء مكون مثلا من احماض نوويه، راح يروح للنواه. خوش حكي. احماض نوويه راح يروح للنواه. مثلا متكون من دهون، راح يروح للخلايا الدهنيه. مثلا متكون من بروتينات، راح يروح للبلازما اللي هي متكونه من هواي بروتينات. راح يتكون من السائل، راح يروح للسير. خوش حكي يا بن، خوش حكي يا بن. انه يقول لك اذا مثلا يقول لك انه اذا لبت، وين راح نشوفها؟ راح نشوفها بالاديبوسايد، بالسيال ممبرين. ليش بالسيال ممبرين؟ لان السيال ممبرين هو اصلا مكون من الدهون. خوش حكيابه، خوش حكيابه. نوع البروتين راح يروح للبلازما، نشوفها داخل الخليه. والنيكليك اسيد، الاحماض النوويه، راح نشوفها بمن؟ بالانويه مال الخلايا. زين، نجي علما على البيدي. شنو معنى البيدي؟ معناته الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن. قول عجب، انه حجم الدواء اللي راح ينتشر هو بيدي. زين، هو يقول لك ذا فوليوم انتو ذا دراجز ذا ديستريبيوت. شو يسمي هذا؟ نسميه الفوليوم اوف ديستريبيوشن، او مختصره بيدي. زين، نريد نحسب البيدي اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن حسب المعادله اللي هي قوس سي يساوينا دي على في دي. شنو معنى سي؟ معنى تركيز الدواء بالبلازما. خوش حكيابه. شنو معنى دي؟ شنو معناته؟ يعني كميه الدواء الموجوده بالجسم، يعني هذا الشخص ايش قد شرب دواء. خوش حكيابه. شنو معنى الفي دي؟ الفي دي شنو؟ الفي دي انه الانتشارية مال الدواء. خوش حكيابه، خوش حكيابه. افك من المثال حتى انطيك مثال عملي. خوش حكيابه. مثلا بالطوارئ وجا شخص منتحر بدواء،
والاهل شوفوك بس الاسم بس قوطيه العلاج. شوف بس قوطيه الدواء. من قوطيه الدواء تقدر تعرف ايش قد اخذ هذا الشخص. يا شلون هاي الشغله راح استغربت مو بالله شلون اعرف منه بس من اسم الدواء اسم العلبه اعرف انه ايش قد اخذ هذا الشخص. شوف 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 هذا هو شغل الطبيب الفاهم مو الحافظ. ان اذا انت طبيب فاهم راح تعرف حسب هاي المعادله انه يسوي تحليل وانه ايش قد يشوف تركيز الدواء بالدم مالته ايش قد مثلا 5 ملغرام طبعا هاي المعادله والفوليوم الفوليوم ديستريبيوشن موجود موجود بالطوارئ هذا عندك انت قبل ما الدواء قبل والادويه مرتبه ترتيبا ابجديا حتى لا تتعب يعني قبل انه معادله وتطلع لك قبل الدي شنو معناه التوتال اماونت اوف ذا دراج ان ذا بودي يعني كميه الدواء الموجوده بالجسم. شوف 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 كميه انه العلميه بهاي المعادله اللي ما عجبتكم افتهمتوا هاي المعادله واشتهمتوا شو يعني شغلها بالطوارئ وهاي شغلات يعني خايف مثلا واحد يعني من تحرف دواء وهاي يعني تقدر انتم تعرفونها افتهمتوا هاي المعادله هاي الربع واضحه حلو بسيطه اي بسيطه هي بسيطه بس يعني بها هواي شغل بها هواي يعني بها هواي فوائد هاي المعادله ما عجبتكم هاي القصيره حلو هاي هاي فور اكزامبل سالفنا الاصعب من عندها مو الهاي يقول لك ان رياليتي يعني بالواقعيه يعني الادراك ار ليميتد فور ذا بودي ار بلود اوف ذا بلازما كونسنتريشن انه الدواء من ينتشر راح يزيد يعني كل ما انتشر دواء اكثر يعني يزيد نسبه انه يتم التخلص من الدواء اكثر يعني قل والله يعني هذا شيء منطقي يعني هالدواء من انتشر وصار مفعوله غير تخلص من عنده هو بالضبط هي واجه شلك بهاي السطرين انه يقول لك كل ما زاد كميه انه الدواء انتشرت انه يزيد انه بالمقابل راح يزيد انه عمليه التخلص من الادويه عاد قال لي ان شاء الله هاي بديهيه يعني. هاي ما يحتاجها راح القاضي حلو نجي نعبر المقطع اللي وراه the initial decrease in the plasma concentration ها انه نقصان بالبلازما كونسنتريشن نتيجه انه الدواء من اخذته يقول لك صار عندك نقصان بسرعه بمن بالبلازما كونسنتريشن مال الدواء زين ليش لان صار عندي شنو صار عندي انتشار بسرعه هالدواء بسرعه انتشار فذلك انه نقص من البلازما وراح توزع للخلايا والانسجه خوش حكيابه خوش حكيابه ومن توزع خلي ابالك انه يمكن اكو ادويه بعض الجزيئات سوى شغلها وراحت بدات يتم التخلص راحت للكبد صار لها شنو صار عمليه الاستقلاب اللي هي المحاضره الجاي عمليه الميتابوليزم هاي راح نجيها انه عمليه الميتابوليزم خوش حكيابه خوش حكيابه انه يقول لك انه يقول لك انه ادراك راح ترانسفير راح يسافر منين او ينتقل من البلازما انتو انترسيشيوم انترسيلولار ووتر هاي حكيناها this is followed by the slower elimination phase انه elimination phase انه هذه المنطقه يعني معقوله انه الدواء بسرعه يعني انت دواء من بلعته بسرعه راح يطلع الدواء اصبر غير يشتغل الدواء غير يسخن غير يصير مفعوله يلا ها فيسمونها ايش نسميها slower elimination phase ها خلال هذه خلال انه drug leaves the plasma compartment and the lost form from the body انه اول ما يعني انه شفت التركيز مال البلازما مالته انه تركيز الدواء بالبلازما قل انه بدا يعني تقريبا بدا قام يصير له عمليه ميتابوليزم وايضا انه بالتالي يصير له عمليه اكسكريشن او انصح له اليمينيشن كيفكم اكسكريشن او اليمينيشن للدواء عن طريق اليورين او عن طريق الفيسز او مرات بالبايال خوش حكي انه باي رينال ار بيلي اكسكريشن حكيته ولا ما حكيته ار باي هيباتيك باي ترانسفيريشن عمليه التحول الخلايا الكبديه يعني يصير عمليه الاستقلاب شنو معنى استقلاب هاي اول مره اسمع يعني معناته ايض يعني ميتابوليزم راح يصير له ميتابوليزم عكسره وهاي الدواء وبالتالي تخلص منه خوش حجابه انه البيدي هاي البيدي is useful
فارموكاينتيك باراميتر فور ها انه فور كالكيتينج ذا لودينج دوز اوف ذا دراج. شنو معنى هذا الحكي؟ انه يقول لك انه هذا البي دي اللي هو الفوليوم اوف ديسكريبشن مفيد بمن مفيد انه يحدد لك كميه او جرعه الدواء اللي انت تنطيها انت كطبيب. هذا الشخص ايش قد تنطي دواء، ايش قد تصرفها علاج، او ال100 ملغرام او ال50 ملغرام او ال250 ملغرام او ال500 ملغرام. شنو اللي يحدد؟ ها اللي يحدد شنو اللي يحدد هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن. خوش حكي يابا، خوش حكي يابا. انه اذا شفت انه الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالته عاليه انه راح ينتشر، وبالتالي انه تنطي دواء اعلى، وبالتالي انه بعدين هذه نسولف بها انه كادويه، انه بعدين بالشابتر الجاي انه مال انه السيستم الفارماكولوجي نحكيها انه كل دواء وجرعاته وهاي، انه بعدين مو هسه، لا تستعجلون على رزقكم. خوش حكي هسه فهمتني جاي يا ربع؟ حتى نطب باخر موضوع. هاي الربع، هاي الربع، شنو افتهمتني هنا؟ هاي اخر وحده مال ارحام الميتابوليزم، ما انت قصدك؟ انا وصلت للفي دي للفوليوم اوف ديستريبيوشن، الجرعه هي الجرعه مال الدواء. ها الفي دي هاي شرعتها قبل شويه. اي واضحه، قلت لك واضحه. حلو، نجي على اخر موضوع وهذا مهم جدا، مهم كلش كلش كلش، هذا مهم كلش كلش، اللي هو البايندينج اوف ذا دراج تو بلازما بروتين. هذا حكيته بس يعني راح نكرر عليه ان شاء الله، راح نضيف عليه ان شاء الله انه شغله يعني تصير بينا هواي. هاشا دراج مولكيولز مي بايند تو ذا بلازما بروتين، انه عاده من الالبومين حكيته باوند دراج انه فارماجيكال اناكتيف، يعني الجزء المرتبط بمن بالالبومين هو شنو؟ علاجيا خامل او غير فعال. ليش؟ لانه راح يرتبط بمن بالالبومين، يشتغل كمخزن. خوش حجيم. الجزء الثاني اللي هو الحر، هذا كيش يكون؟ يكون فارماكولوجيكيا اكتف. من هو الجزء الحر؟ ذا فري، هو حاطه شنو؟ حاطه بالاسود اون ذا فري، اللي هو انباوند دراج هو راح يوصل للموقع مال الشغل مالته، هذا تارجت سايت ان ذا تيشوز، اند راح يثير انه استجابه بيولوجيه، يعني مفعول الدواء راح يشتغل. خش حكي يابا انه، وبالتالي انه راح يكون انه ورا ما يصير مفعول يصير عندنا الامينيشن. خش حكي يابا. نجي الى الملاحظه قبل ملاحظ انه الهايبو الهايبو البونيميا. شنو معنى الهايبو البونيميا؟ يعني جماعه اللي الاشخاص اللي يصير بهم عندهم نقص بالبروتين بالالبومين. زين يابا سالفنا من جماعه اللي يصير بهم نقص بال، اقول لك يابا جماعه امراض الكبد، امراض الكليتين، مريء حامل، خاش حكي يابا، هذول يكون عرضه الما للاصابه بالهايبو البونيميا. ها وبالتالي انت جماعه انه الاشخاص هذول اللي هو امراض وهاي الامراض الكبد وهاي اللي يكون بهم هايبر، انتبه كل زين بالدواء مالتهم، انتبه كل زين بالدواء مالتهم. ليش؟ لانه بسرعه يصير عنده تسمم. خوش حكي يابا، خوش حكي يابا، وحاول تقلل العلاج ايش قد ما تقدر الا اذا اضطريت يلا تنطيب. ليش؟ لانه عنده هو يعني يكون انه حامل وعنده امراض كبد وهاي، يعني الالبومين ممكن مرات يعني يصير بهايبر، يعني بالتالي انه راح يصير عنده شنو عرضه ان يكون بيصير توكسيسيتي اللي هي تسمم كلش عاليه. وش حكي يابا؟ ها نجي اذا شخص انطيته دواء اثنين علاجين، ومشكله انه اعطاء الشخص علاجين. ها يقول لك انه تو دراجز ار جيفن ايتش وذ هاي افينيتي، ها انه هذول الدواء اذا كان انه ارتباطا مثلا ها 70% هذا 40% يعني تراهما زين، لانه هذا راح يشون شغلا سريع. ها يعني بسرعه يعني ورا خمس دقائق او ربع ساعه انت مفعول الدواء.
خوش هجم. بس يقول لك هذول انه ارتباط عالي بالالبومين، يعني هذا شغل الدواء مالته راح يتاخر. ها هذين راح يتعاركن بيناتهم. ها انا اريد الالبومين، انا اريد الالبومين، لان اثنيناتهم ارتباطا عالي بالالبومين. زين ايش راح يصير يسوون ذن الادويه؟ ها فايش راح يصير عندي؟ يصير عندي دراج ديسبليزمنت. ها جو هاي 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 وين انا راح يصير عندي دراج ديسبليزمنت. ها هسه راح نجي شنو الاهميه السريريه للدراج ديسبليزمنت. زين نجي قبل هنسولف على انه هذا يصنف على كلاسين، كلاس 2 دراجز وكلاس كلاس 1 وكلاس 2 دراج. وش حجم انه كلاس 1 دراجز انه غالبيه انه مفيده، انه حتى تحفز انه شغل الدواء. انه تحفز شغل الدواء حتى يشتغل يصير مفعول الدواء. وش حجم حتى انه شنو انه تقلل حتى انه فككته يعني وخرته من الالبومين حتى يشتغل مفعول الدواء. وش حكي؟ لان المرتبط بالالبومين ما يشتغل. فانه هاي راح تحفزه انه اوكي يشتغل، فبالتالي انه راح تقلل ارتباطه بالالبومين وبالتالي راح يشتغل مفعول الدواء. وش حكي ابن؟ وش حكي ابن؟ وبالتالي انه الدوز على الكباسيتي انه الجرعه على الشده راح تقل، وبالتالي انه اللي راح يصير عندي انه ما يعني انه هاي شغله زينه. بس انه اذا نجي على الكلاس 2 انه شلون راح يكون انه اتعاركن بيناتهن، وهذن هن الاثنيناتهن يريدن يبقن بالبلازما البومين. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه دراج ديسبليزمنت. زين شنو هذا دراج ديسبليزمنت؟ دراج ديسبليزمنت انه الوجه انه شكل لك يعني انه هذا الدول انه المبطئ مثلا عندك مثلا مثلا شلون اقول لك مثلا الدول بدل ما ياخذ مثلا حبايه وحده صار عنده باعتبار تقريبا 4 حبايات او 5 حبايات بنفس الوقت. يعني شايف انه شخص انه بدل لا ياخذ حبايه ياخذ 4 حبايات وهو مو ماخذ بسبب من؟ بسبب دراج ديسبليزمنت. بسبب من هذه؟ بسبب الطبيب، لانه انطاه دواء علاجين والعلاجين بهن هاي افينيتي للالبومين. ها يقول لك مثل عندك الوافرين انه سمول فراكشن اونلي سمول فراكشن از فري، انه راح انه الوارثنين انه 99% مرتبط بمن بال بال بالالبومين، و1% هو الفري يعني سمول فراكشن يعني كميه قليله فهو تكون فري، 1% بس من الوارثنين. وش حجاب وكلاس 2 انه مثل عندك الانتيبايوتيك سالفاما اماميد انه هذا انه سالفاميد ايش راح يسوي؟ راح يقلل الوارفنين اطلع من الالبومين. وانا ارتبط من عندك، انا ارتبط ليش؟ لان هو اقوى. من ارتبط وصار هو اقوى راح يطلع الوارفنين كليته بالدم. يعني تخيل انه وارفرين انه كانت 1% وشخص مالته مسيطر على وضعيته انه يعني ما عنده تاخثرات وهاي يعني وضعيته انه يعني مسيطر عليه. زين اذا 100% 1% تحت السيطره، لعد اذا 100% ايش راح يصير؟ ايش تتوقعون؟ راح الوضعيه تفقد عن السيطره. ايش راح يصير عنده؟ نزيف حاد. ليش؟ لأن انه يعني انتو باعتبار انت اعطيت للشخص 3 حبوب بنفس الوقت وارفرين. شوف يعني شوف 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 كميه الفظاعه وكميه الدمار اللي صارت بهذا الشخص. وش حكيت؟ راح يصير بنزف حاد. ويمكن هاي خلصت المحاضره. اي بالضبط خلصت هذه المحاضره. خوش حكي يابا. خوش هاي افتهمتوها لو عيدها هاي يا الربع عيدها افتهمتوها. بس الكلاسات ها انه يقول لك الادويه اللي ان اذا كانت انه لو افينيتي الادويه اذا كانت لو افينيتي انطي مثلا علاجين هاي، بس اذا كان هاي افينيتي خليها ببالك راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي كل مشكله كلش كبيره اللي هي دراج ديسبليزمنت. راح تصنف حسب انه على الافينيتي مالتها انه الكلاسين كلاس 1 دراج وكلاس 2 دراجز.
كلاس هيدروكس انه انه يقول لك انكلود ذا ماجوريتي اوف ذا كلينيكالي يوسفل انه ايجز انه عوامل مالتها شنو كانوا غالبيتها شنو مفيده خوش حكيابه انه غالبيتها شنو عوامل مالتها مفيده يعني شنو مال يعني يابا يعني انه راح تحفز انا انه اكي اشتغل دواء خوش حكيابه يعني بدا لا خامل يقول بدا لا خامل روح اشتغل انت يعني هيك نجيبها حتى نفتهمه. وهذا الثاني راح الشغله الثانيه راح يصير بناتهم طلايب خوش حكيابين نجي نسولف حتى شغل علمي بدال لا طلايب. اي دراغون دراغون شنو كلاس وان دراكس خوش حب ابدا داز يعني ذا الجرعه مال الدواء ليز ذا ذا بايند كاباسيتي اوف ذا البومين ذا كاباسيتي هذا يكون له انه يقول لك اذا كانت جرعه الدواء اقل من الـ من الـ من الـ من البايند كاباسيتي اقل من قدره الـ انه اقل من قدره الالبومين ان يتحمل يعني اقل يعني يتحمل بعد يعني يعني وضعيه طبيعيه اوكي وجه هذا الدواء الثاني فيقول لك انه ذا بايندينج سايت ار اكسس يعني بها زياده تو افيلبل دراج ها يعني اذا مثلا انت طيت دواء والالبومين عنده مجال بعد يرتبط وياه ها شوف شوف فدال انه راح يجي الدواء الثاني يرتبط وياه ويرهم وياه وبالتالي انه شنو راح يصير يعني شغله زينه هاي اوكي وبالتالي انه راح يصير شغله انه يشتغل مفعول الدواء انه يعني ما راح يصير عنده اشكاليه خل افتهمت الكلاس 1 يا ربع هاي الربع او كلاس 2 نبلش بيه الكلاس 2 دراكس ذيس دراكس ار جيفن ان دوزز ذات ار جليز ها انه يعني هذا يعني هذا الدواء هو دواء واحد ومشلب بالالبومين كلش هواي يعني تخيل انه تنطي دوايين اثنين على الالبومين مو راح يصير بينات معركين مو لا يعني بس جاوبوني انه اذا علاج واحد ارتبط بالبروتين بالالبومين كلش هواي وتحط فوقه علاج ثاني هذا ما له مكان من ما له مكان راح يتعاركون من راح يتعاركون ها من راح يتراكم راح تنتج لي حاله شو اسمها يسمونها دراج ديسبليزمنت خوش حكي يا بن يعني ملخص الحكي اذا كانت انه اقل يعني اذا كان مثلا اذا كان الادويه متراهمات يعني هذا 70 وهذا مثلا 20 الوضعيه تمشي عدله يعني تكمل يصير مفعول للدواء ما يصير عنده مشكله بس اذا كانت مثلا 99 مثلا ب 60 هاي وين بعد ما يتحمل وش حكي بالفتره راح يصير بناتهم طلايب وش حكي يا بهم وش حكي يا بهم ها هاي الربع اي تمام عشتي ها المحاضره وصلت كملت ما عندكم اي نقص بيها هاي الربع عشتي والله كلها انتوا كلها ما عندكم اي مشكله